خير. واليوم 30 آذار 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تتخذ القرار الفوري يلي رح يساعدك على معالجة وضعك المالي قبل التفكير بأي خطوة تانية كنت عم تسعى لإتمامها بالوقت الحالي. عاطفيا، اعتراضك على موقف الشريك وتصرفاته معك ما رح يقدم ولا رح يأخر بظل التراكمات العاطفية اللي عم بتعاني منها معه، ولا يبدو الوقت مناسب للدخول بهذا الصراع حاليا. مولود برج الثور، رح تكون مستهدف من جهة مهنية كنت عم تشتغل معها بالسابق، ولا يبدو أنك مهتم لأمرها بالوقت الحالي، وخصوصا أنه كل تركيزك رايح باتجاه التخطيط لبداية جديدة. عاطفيا، الفلك عم يتحدث عن موقف مبدئي بنص على إقامة أفضل العلاقات ما بينك وبين الشريك، ولو أنه الأمور بيناتكم ما زالت ضمن إطارها المحدود. مولود الجوزاء، تبدو بحاجة للتأكد من جدية الجهة المهنية اللي عم تشتغل معها، وخصوصا أنه الأجواء الفلكية عم تتحدث عن ظروف صعبة جدا تبدو بانتظارك. عاطفيا، رح تشدد على خطة تطوير مستقبلك العاطفي مع الشريك، وكأنه الأمر ما بينك وبينه ما بيتحمل التأجيل أبدا، ورح تعتمد هيدي الخطوة بطريقة تدبيرك للأمر مش أكتر. مولود برج السرطان، موقفك المهني ما زال على حاله بالرغم من الوعودات والخيارات المتاحة قدامك، وبكل الأحوال تبدو عملية التوجه باتجاه خطوة جديدة رح تكون مدعومة بقرارك الشخصي مش من أي مصدر تاني. عاطفيا، رح تجتهد على تطويق كل مشاكلك الأساسية مع الشريك، ورح تنتقل من هيدي الأجواء القاسية باتجاه مكاسب عاطفية أفضل ولو بشكل تدريجي. مولود الأسد، انتبه من أي التباس مهني أو سوء تفاهم ممكن يحصل ما بينك وبين أحد الزملاء بهدف تعطيلك عن إتمام واجباتك تجاه الجهة يلي عم تشتغل معها حاليا. عاطفيا، تبدو حتمية التوصل لتفاهم سريع ما بينك وبين الشريك واردة جدا بأي لحظة، وخصوصا أنه الأجواء العاطفية بيناتكم بتحمل معها تفاؤلات غير محدودة. مولود العذراء، بداية مهنية جديدة رح تكون نقطة تحول كبيرة بالنسبة إلك بالرغم من القيود المفروضة على الواقع الحالي يلي أصبح عم يتحكم بالمسار الداخلي المرتبط فيك شخصيا. عاطفيا، رح تحاور وتناور الشريك بطبيعة جوابك معه، ورح تتعمد الاستمرار بهذا الأسلوب على قد ما بتقدر لبينما تتحدد مصير علاقتكم سوا بشكل تلقائي. مولود الميزان، رح تتمكن من إنجاز بعض الإجراءات الإدارية بهدف التحرر من أجواء الضغط المهني اللي أصبح عم يتمادى بتأثيراته السلبية باتجاه وضعك النفسي والصحي بوقت واحد، فانتبه. عاطفيا، غياب الحلول المنطقية ممكن تكون سبب بتكرار نفس المشهد العاطفي اللي عم بتعيشه مع الشريك، ولا تبدو قدرتك على قيادة هذا الأمر ممكن ينجح حاليا. مولود العقرب، تراجع الأوضاع المهنية المحيطة فيك رح تضطرك للبدء بخطة إصلاحية بهدف التقليل من حدة الأزمة الراهنة يلي عم تعيشها مع محيط عملك الحالي. عاطفيا، رح تسرح وتمرح وتستعيد هيبتك العاطفية قدام الشريك، ونصيحتنا تراجع قراراتك بشأن علاقتك معه، وتمهل بالإفصاح عن الأمور يلي بقلبك تجاهه بدل ما أنك تترك الأمور معلقة. مولود القوس، موقفك المهني أصبح مدعوم بخطوات عملية قد يكون مرتبط بحوار أو بأدلة تأسس من خلالها لوجود مهني أقوى وأفضل من السابق. عاطفيا، رح تترك الحكم للشريك يقرر مصير علاقتكم سوا، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن لقاء حتمي ممكن يغير من قصص كتيرة بتخص ظروف علاقتكم سوا، وخصوصا عند المتخاصمين في الحب. مولود برج الجدي، عم تسعى بكافة الاتجاهات لتوفير الفرصة المناسبة لتعزيز موقفك المهني بشكل فعلي أكثر على أرض الواقع وتحت سقف المحاولات الشخصية يلي رح توصلك للنتيجة المطلوبة. عاطفيا، لا يبدو أنك بمأمن عن أي ردة فعل عاطفية ممكن يفاجئك فيها الشريك بالرغم من حرصك الفعلي على تلطيف الأجواء المتوترة أساسا بينك وبينه. مولود برج الدلو، رح تعلن عن استعدادك الفعلي للبدء بإجراءات مهنية جديدة تساعدك على زيادة مدخولك المالي بشكل مختلف تماما عن السابق مقارنة مع مكاسبك يلي كنت عم تحصل عليها من خلال وظيفتك الحالية. عاطفيا، عم بتفكر بالطريقة المناسبة يلي رح تساعدك على معالجة وضعك العاطفي مع الشريك، ولا تبدو عملية جمع الشمل بينك وبينه بعيدة عن إنجاز الخطوة يلي عم تفكر فيها. آخر الأبراج معنا مولود الحوت،
وقت عزيز الحوت الوقت أصبح مناسب لإنجاز الخطوات الإنقاذية اللي رح توفر عليك الجو الفعلي لاستكمال شكل المرحلة القادمة يلي عم تراهن عليها مع محيط عملك الحالي. عاطفيا علاقتك مع الشريك ابتدت تاخد منحى عاطفي جديد بينك وبينه، ورح تسعى لتكريس وقواقع حتمة لابد منه، علما أنه الأجواء بيناتكم مبتوحة بالاستقرار أبدا بالوقت الحالي. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. بلكم بألف خير وباي باي.